لما تطلعوا بوجوه رفقاتكن وتدققوا منيح بتشوفوا وراء ابتسامتهم العريضة وحش عملاق من الغيرة والحسد عم يمد راسه وعيونه وعم يلمعوا. في منن لأنه بيتك بيضل منظم ومرتب على طول، وفي منن لأنه طبخك طيب كتير. وفي منن بيغاروا وبيتضايقوا من جوات قلبن لما بيشوفوا غراضك الغالي. بس لحتى تكتشفي هاد الشي لازم تطلعي على عيون رفقاتك بكل حذر وكأنك عم تتعرفي عليهم. برافو. لأن رفقاتك المقربين بيكونوا عم يحاولوا ويعملوا كل جهدهم لحتى يخبوا عنك هالشي. لسه هي أول طبعة لكتابي، قلت لازم أعطيكم بالأول. يا صورتك على الغلاف طالعة بتاخد العقل نرمي. قديش حلو هالكلام اللي كاتبتيه عني. إلى رفيف أروع إنسانة وصديقة يمكن أن تراها في العالم. ليكي وأنا كاتبة عني ياسمين أظرف إنسان التقيت فيها. أهلا وسهلا يا ستات. معلش قبل ما أروح على الشغل بوس مرتي الغالية وودعها بشي كلمتين حلوين. ما رح تضحكوا علي معي. شو هالحكي؟ إن شاء الله الله تجعله في بيناتكم. عمري هاي الوراق اللي كان بدك إياه هون. يلا ببقى بشوفك المساء. موفق بشغلك. شكرا. الحقيقة أنا اتفقت مع شركة الإعلانات كرمال عرف عن كتابي، ومشان هيك مسؤولة الإعلانات بهاي الشركة بعتت لي كذا مثال لشوفهم واختار اللي بيناسبني. بدك تطلعي بالدعايات؟ روحي كم لقاء بمجلة بتصدر أسبوعيا ولقاء بالراديو، يعني هيك شغلات. شي حلو. يا الله نرمين شي بجنة. شي حلو كتير ما هيك؟ مو حلو أبدا. بكرة بس تنشهر ما عاد تتعرف علينا. لا روشان هالحكي مانو مزبوط. نيرمين مستحيل تتغير. شكرا لك سوزان. ما في داعي تشكريني، انا عم اقول الحقيقه. عن جد يا صبايا انتم مفكرين انه مشان كم لقاء بالمجله وبالراديو بدي اتغير وصير مغروره؟ هي خطوات للتعريف بالكتاب مو اكثر. مثل خطواتي بكل يوم. من الاول باخذ الاولاد على المدرسه، وبعدين بمرق على السوبر ماركت، وبعدين بطبخ وبجلي وبغسل وبنشر. خليني اشوفه لهذا المصنع. ليش بقى؟ ايه كيف ليش؟ يعني أنا هذا مجال شغلي إذا بتتذكري نيرمين، يعني دعايات وإعلانات، التسويق هو شغلي أو بالأحرى كان شغلي من كذا سنة. طبعا طبعا، أصلا أنا كنت بدي أخذ رأيك. نيرمين أنت هلأ صرتي واحدة مشهورة وكل ماله نجمك عم يسطع والعالم كله صارت بتعرفك. بدك تبعدي عنا ما يعني شو بدك بستات؟ شو هالحكي اللي عم تقولي ياسمين؟ أنا شو ما صار بضل رفيقتكم وما رح أتغير لو صرت وزيرة. عفوا بحياة ربك هلأ هذا شو ما بعرف أنا شو بيعرفني. شوف ألو شوفي شو حلو هالكتاب، حلو كتير كتابة معي. ليكي عن جد عم تحكي؟ شوف أنا هلأ عندي ضيوف ببقى بتصل فيكم نحكي بالموضوع بعدين. شكراً كتير على الخبر. شو كأنه خبر منيح؟ مو أنا بعتها لتنورتي على محل التنظيف قاموا ضيعوا لي إياها وهلأ لقوا لي إياها. الحمد لله. ألو نيرمين. حسام في إلك عندي خبر بياخد العقل. لا ما بصير نحكي على التليفون، أنا هلأ جاي لعندك على عيادة وهنيك بنقعد ونحكي وبعدين إذا بدك منطلع ومنحتفل بهالمناسبة. وقفي نيرمين لا تجي على العيادة، رجعي على البيت فورا. لا يا روحي مو لأنه ما بصير تجي لعندي، لأنه عندي مريض وبدي أعمل له جراحة ويمكن تاخد معي وقت طويل. لما بخلص شغلي أنا بجي لعندك ومنحكي سوا على رواق. شو هالصوت اللي عندك؟ ولا شي حبيبتي ولا شي ولا شي. هذا الراديو، الراديو اللي بغرفة الانتظار حبيبتي. شو؟ مريضي عم ينادي لازم ارجع لعنده فورا نحكي بعدين. نيرمين
ولك مو على أساس أنت بالعيادة؟ هات فهمني شو عم تعمل هون؟ أنا مو على أساس ما عم تلحق شغل؟ مو على أساس رجعوا المرضى القدامى وإجوا مرضى جدد كمان؟ ليش مين بيسترجي يروح على عيادة دكتور متهم بالشروع بالقتل يا نرمين؟ صار لي أيام لا اندق تليفوني ولا بابي ولا حكاني إنسان، وبعد ما تأكدت إنه الوضع ما رح يتحسن انجبرت سكر العيادة الشهر الماضي. كيف؟ كيف؟ يعني أنت طول الشهر الماضي بتقول بدك تروح على شغلك وبتجي بتقضي كل وقتك هون؟ سألت زملاء إلي بالمهنة وقدمت لكل المستوصفات اللي بعرفهم، بس ما إجاني رد إيجابي من حدا. انزعجتي مني كتير ما هيك نرمين؟ لا أنا ما انزعجت، انجرحت كتير. ليش خبيت عني شي مهم ومصيري مثل هاد يا حسن؟ شي متعلق بحياتنا؟ لأني كتير محرج منك. محرج مني؟ ايه وكتير. بس يا حسن انت زوجي، معقول يكون في خجل واحراج بين اثنين متزوجين وبيحبوا بعض؟ هو معك حق، بس انت بتعرفي يا نرمين من وقت ما تزوجنا وانا المسؤول عن مصروف ولوازم كل البيت، بس حاليا انت عندك شركة وعم تشتغلي كتير منيح وألفت كتاب طبخ كمان، وأنا ما ضل عندي شي أعمله نرمين، ما عندي شي. ما في أنا وأنت يا حسان، نحن واحد، نحن عائلة ما هيك؟ ولازم نتقاسم كل شي، الشركة والكتاب والنجاح. تأكد إنه هدول مو إلي وحدي، هدول إلك كمان. نرمين أنت أحسن زوجة بالعالم كله، بتعرفي هالشي ما؟ كنتي عم تقولي إنه في عندي خبر كتير حلو، هاتي لشوف فرحيني. اختاروني كأفضل سيدة أعمال لهي السنة. ألف مبروك. تأكدوا من كل شيء، شغلة شغلة، ما بدي تنقصوا شيء ينزعوا الطعمة رجاء. مرحبا، يعطيكم العافية. يسلموا. أهلا وسهلا يا عمري، وشك عم يضحك وباين مشي حال المقابلة. لا والله بهي كمان رفضوني. ولا يهمك، بيقولوا إذا الله سكر باب بيفتح عشرة غيره، ما هيك؟ وأنا هيك عم قول كمان حبيبتي، يعني وأنا بطريقي لهون فكرت إنه إذا الكل رفضوني وما قبلوا يتعاملوا معي، في إنسان واحد بدون ما يسأل عني وهو مغمض عيونه رح يقبلني بالشغل. اتصل فيه فورا. مين هو؟ أنت بتعرفي إني بفهم بالطبخ وكمان نضيفي كتير وكمان بفهم بمجال التسويق شوي، وهذا هو المطلوب. حسان هو ما بيلزم أكتر، بس يعني أنا أكون مديرتك بالشغل مو شي غريب حبيبي؟ هو أنت معك حق، بس أنا لما اليوم حكينا بالحديقة وقلتي لي إنه نحن عائلة ولازم نتقاسم كل شي فكرت بكلامك، يعني بدل ما أكون عامل عندك بكون شريك لإلك. نرمين معلش تجي وتعطيني رأيك؟ دقيقة وبرجع. الظاهر النعنع والريحان ما كتير لبقوا لبعض. إذا بتشاركي زوجك بدي أضربك بالساطور مو بالسكين. وشو في داعي لهالحكي؟ ما أصلاً حضرتك في عندك شريك. أنا برأيي الريحان والنعنع لابقين مع بعض، ما شايفة أي مشكلة. لا يا روحي، يا نعنع يا ريحان، اتنين سوا ما بيزبطوا. إذا زوجك بده يدخل شريك أنا بنسحب فوراً. أهه.
حبيبي حسان، إذا بدك رأيي أنت ما رح تتحمل تشتغل معي. أنا العالم بيومين بيهربوا مني. هو أنا بالبيت ودودة ولطيفة، بس بالشغل بضلني معصبة ومتوترة. ها وهي سوزان هون، هي بتحكي لك. عم تحكي لك الحقيقة حسان. الواحد لما بيشتغل مع نرمين بيغلط وبيفكرها شخص طيوب، بس بعدين بيتفاجأ فيها، يعني بحس حاله عم يشتغل مع حرباية. شو بدي إلا فيك تقول إنها مصيبة. بكفي سوزان، بتصور حسان فهم. ليك حسان، نحن أصلاً شركاء بالحياة، يعني أنا برأيي بلا ما نخلط الزواج بالشغل لو سمحت. ما في مشكلة أبداً. ما أصلاً أنا يعني حكيت هالحكي بلا ما أفكر. يلا ببقى بشوفك بالبيت. يعطيك العافية. يعافي عمرك. حبيبي حسان، شو عم تعمل بالصالون؟ عم جهز الكنباية لنام نرمين. على قد ما كنتي عم تشخري جوا ما قدرت نام. شو عم تحكي انت؟ انا ما بشخر ابدا. طبعا انت هيك بتفكري لانك ما بتسمعي حالك، بس انا بقدر اسمعك نرمين. حسان الله يوفقك، لا تعمل فيني هيك. يلا قوم خلينا نروح سوا على فرشتنا، بعدين نحن وقت تزوجنا توعدنا انه نحط راسنا عم خده وحده طول العمر، ما هيك؟ بس انا هون رح كون مرتاح. تصبحي على خير. وانت من اهل الخير. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.